بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات. هناخد النهاردة نكمل مع بعض الامتحان السادس، وإحنا زي ما قلنا مع بعض بنراجع إجابتنا، بنراجعها يعني هل الإجابات محلولة أساسا، وإحنا بنراجع الإجابات. ها الطريقة دي هتريحك دكور، مش هتريحك ابتدي حل انت وبراجع الاجابات بعدها كومتي فودري زي ما انت عايز بقى. سالو بيير، اهلا بيير. جابيت دون زان نوفال ميزون، انا بسكن في منزل جديد. اباغي في باريس دون ما ميزون، في منزلي. اليا تو شامبر، في ثلاث غرف. دو سال دو با، حمامين. ها ان كويزين، مطبخ. ان سالون. ما شامبر اي جراند، غرفتي كبيرة. افيك دو بال ديكوراسيون، بديكورات جميلة. جي لا بارتاج، انا بشارك افيك مون فرير، مع اخويا فرانسوا. ديفون لا ميزون، قدام المنزل. اليام بيتي جاردون، اليام بيتي جاردون، في بيتي جاردون حديقة صغيرة. الميبل اي كومبوزي دو 8 ايتاج، ها يعني العمارة مكونة من 8 طوابق. ملاحظين ان كلمة ها ويت مفيش دو ابوستروف. الى ان بيل في سيغ لا سان، يعني في اطلاله جميله على نهر السان. ما ميزون، منزلي. اي ا 5 مينوت، اي ا 5 مينوت دو لا تور ايفل. دون لا ميزون دو تيو، في منزل تيو. يوجد سبع غرف، عدناهم كده. تعالوا نعده مع بعض تاني. غرفتي، ماشي داكور. ثلاث غرف اقول النوم، اتنين صالي، يبقى كده خمسة ستة سبعة، يبقى ست بيس. شيت يو، عند تيو، في ايه؟ ها في دو سال دو با، في حمامين. حاجات الباقية دي كلها مش موجودة، في حمامين. لو مبل العمارة بتكون او بور دو لسان، على شاطئ، لان في اطلالة، في منظر بتطل على، يبقى او بور دو، على شاطئ او بتطل على. اللي بعدها تيو بارتاج سا شامبر افيك سون بيتي فرير، مع اخوه الصغير. مكتوب بعد كده القطعه الثانيه، لو ماجازان لو لا مود، محلات الموضه. بتقدم ملابس، دي فيتمون دي شوسير، ملابس واحذيه بوغ لي فام، للنساء. مفتوح من الساعه 10 ل 10 مساء، مغلق يوم الجمعه. العنوان شارع 5 شارع البوسطه الفيوم، والتليفون كذا. طيب الوثيقه دي عباره عن ايه؟ عن حاجه اسمها بيبلسيتي. بيبلسيتي يعني اعلان، او كلمه انونس لو لقيتوها طبعا، اللي هي برضو معناها اعلان. لو ماجازا فون، يعني المحل بيبيع طبعا فيتمون، بيبيع ملابس للنساء. لو ماجازا اي اوفير، مفتوح. دوزير طبعا من 10 ل 10، يبقى 12 ساعه. سو ماجازا اي فيرمي، هذا المحل مغلق يوم واحد بس في الاسبوع، اللي هو يوم الجمعه. في المواقف عندنا تا شامبر اي تانو ان ديزوردر، يعني غرفتك مش مرتبه. فوالدتك بتقول لك ايه؟ تا مير تي دي ها رونج تا شامبر، يعني رتب غرفتك، رتب غرفتك. في الجملة اللي بعدها بنقوله تدمير لا شيميز دو تون امي، انت معجب بقميص اخوك، فبتقول سي صديقك، قصدي سي تورجينال، انه رائع او انه انيق، يعني انه اصلي. تيام ده طمير، انت بتحب تساعد والدتك، فبتقول انا بشغل المكنسه الكهربائيه، جي باس لاسبيراتور. تيفو ديكوري تا شامبر، انت عايز تزين الغرفه بتاعتك، فبتقول جاشيد دي غيدو، انا هشتري ستاير. طيب بعدها هنختار بقى اول جمله، لا جيب سو بلو، وانا بعد سو دايما باخد صفه مفرد مذكر، يبقى هاخد شير، غاليه، انها اكثر غلوا من الايه؟ من الفستان. اسبيراتير دي طبعا مفرد مذكر مبدوء بحرف متحرك، فهناخد ست الاولانيه. لا شيميز اي ارايور، مخطط، مقلم يعني، ارايور. دوما غدا تي فا، عايز مصدر فعل، هاخد تي لي في، عشان هنا متصرف مع ضمير تي، فطبعا هاخد تو le français est très facile، يعني الفرنساوي سهل جدا. les enfants، الاطفال، essay les pôles، بيجربوا البلوفرات. جولي vient de faire، خدت الاخيره ليه؟ عشان الجمله فيها اليا، اما بلاقي كلمه اليا ده ها، فبتدل على الباسي ريسون، اللي هو الماضي الحديث، اللي هو بتكون فينير دو زائد مصدر الفعل. ميبل طبعا يعني اساس، ودي جمع مذكر، فهختار لها كل. طبعا ده هو الاجابه بتاعت الايميل ده.
في الامتحان رقم 7 بنقوله ليه لو دو كومون اقرأ الوثيقة بوي شوازي لو بون جرو باختار المجموعة صحيحة جرون اوكازيون دو تاي يعني فرص عظيمة للصيف. ريدكسيون 30% يعني تخفيضات 30% يعني 30% سيغ توت لي كوليسيون على كل المجموعات بتاعت الرجال والنساء مانتو بول شيميزيير تايور جيب بونتالون شيميز الى اخره تيتلو توت لي كولير كل الالوان توت لي تاي وكل المقاسات اوفر توت لا سومين مفتوح طوال الاسبوع من الساعه 10 الى منتصف الليل ما عدا يوم الجمعه. لو كار 33 دو لا مار يعني القاهره 30 شارع البحر. دون سو ماجازان في هذا المحل نستطيع ان نشتري فيتمو ملابس. سو ماجازان انفيرمي مغلق يوم واحد في الاسبوع. يبقى الاجابه دي خاطئه ومغلق مش مفتوح. داكور فنصحح اجابتنا. سو ماجازان اي اوفير جوسك مفتوح حتى امينوي لمنتصف الليل طبعا. سو ماجازان اوفر دو ريديكسيون بوغ يعني هذا المحل بيقدم تخفيضات ل 30% هما ليش لا ازيد من 30% ولا اقل من 30% هما 30% سو تاسع. اي نوفال ميزون منزل جديد جو مابيل علي سامي دوما غدا ما فامي فا مانجير دون زان نوفال ميزون نوفال ميبل حتعزل في عماره جديده. اسوهاج في سوهاج لابارتيمون سي كومبوز دو دوزيتاج يعني العماره بتتكون من طابقين سي تان دوبليكس يعني هي دوبليكس اون با في الطابق الاسفل اليا ان سالون ان شامبر دو بيرو غرفه مكتب يعني ان سالا مونجي وغرفه الطعام اي ان كويزين ومطبخ انو في الاعلى با اليا ان سال دو با في حمام تروا شامبر وثلاث غرف مون بير مي سا فواتير يعني والدي بيضع سيارته دون لو غاراج في الجراج دو لا ميزون في غراج المنزل دورير دو لا ميزون خلف المنزل اليا ان بوتوت ان بوتو جاردان في حديقة صغيرة لويكند في عطلة نهاية الأسبوع on fait un barbecue dans le jardin بنعمل حفلة شواء في الحديقة. في الجملة الأولانية l'appartement se compose يعني الشقة بتتكون من ايه؟ من دوز ايتاج طبعا اليا ان جاردان دورير دو لا ميزون خلف المنزل ويكند لا فامي العيلة بتعمل حفلة طبعا حفلة شواء يبقى هناخد رقم بي ودوزيام ايتاج في الطابق الثاني في ان سال ا مونجير طابق الثاني صح؟ لا غلط في شامبر دي كوشير شامب دي كوشير يبقى شامبر دو كوشين صح في اخطاء اهي في اخطاء يبقى ناخد بالنا منها في شامبر دو كوشين اهي اوكي طيب تو دي موند انت بتسال انا مي صديق دو تي بريتير ان فيتمون انه يسلفك لبس فطبعا هو انت بتقول له يعني جو فو تون كوستيم انا عايز البدله بتاعتك طيب تي دوموند ا تون امي انت بتسال صديقك دو ديكرير سا ميزون ان يصف منزله ال دي هو بيقول الي رانجي هو مرتب تا كوبين سي لا روب مي تو بريفير لا جيب يعني صديقتك بتجرب الفستان بس انت بتفضل الجيبه فبتقول الفستان اقل شياكه او اقل اناقه من الجيب تي راكونت ان اكسيون باسي انت بتحكي حدث في الماضي بروح على طول على الماضي الحديث يبقى جو فيان دو باسيغ لاسبيراتير يعني انا شغلت المكنسه توا ميزامي هاخد اخر واحده بقى على اساس متصرفه صح مع ميزامي اللي هي الضمير الى فيك اس وبعدين في اخر الجمله في كلمه اليا ان مينوت منذ دقيقه فده بصير ريسون ماضي حديث مامون ماما طبعا بتصوت ضمير هي يبقى هصرف طبعا على ماتر وطبعا المعنى ماتر لا تابل يعني تعد المائده طبعا ده معنى مهم بالنسبه لنا سي شوسير سون طبعا كلمة شوسير جمع مؤنث يبقى هاخد إليغانت سات اكسسوار هذا الاكسسوار جو في لو شوازير هناخد لو الأولانية عشان اكسسوار هنا مذكر طبعا سات مونتانيا اي تري زو تري او تري او يعني عالي جدا فطبعا كلمة تري مع كلمة او عالي لأن دي صفة
ايه تون اوبونيون؟ اوبونيون طبعا مؤنث، واوبونيون احنا عارفين ان معناها راي، وكلمه مؤنث فهتاخد كل الاولانيه. منى الي الستر سبعه ابيتوا البسي، يعني نرتدي هدومك فيت سريعا. طبعا ده امر وامر مثبت فهناخد ابيتوا. لا روب سيتو سي جولي، بعد سي باخد صفه مفرد مذكر. الموضوع ده طبعا مكرر، هننزل على الامتحان نمبر 8 رقم 8. لا مير الام بتقول تي بو رانجي تا شامبر بندون كو جو في لا كويزين، يعني تقدري ترتبي الغرفه بتاعتك وانا بقى اطبخ كده. قالت لها اوكي مامون جو بو سي باسير لاسبيراتير نتواير لوسول. يبقى انا ممكن ايضا ان انا اشغل المكنسه وانضف الارضيه كده. قالت لها جي دي موند تون فغير، انا طلبت من اخوكي جوليان دو فير سون لي انه يعمل سريره اي دو رونجي سا شامبر، ويرتب غرفته. اليس قالت لها ايل فيان دو رونجي سا شامبر، هو لسه مرتب الغرفه بتاعته مامون. قالت لها اوه سي بيان ده كويس، جو فيو تي دي غاميتر لا تابل، انا هساعدك في تجهيز المائده. سي تو بريبير لو ريبا، لو انت جهزتي الوجبه. قالت لها داكور ميرسي بوكو، شكرا جزيلا. لا مير ديموند اليس دو، يعني الام طلبت من اليس انها نتويير سا شامبر، تنضف غرفتها. داكور وي جوليان فياندو برونجي سا شامبر، لسه مرتب الغرفه بتاعته. بعدها لا ميرا ان في اون فيس، يعني ابن وبنت. اوني كوتسي ديالوج، بنسمع الحوار ده طبعا على ميزون في المنزل. ماجازا مرسي، محلات مرسي، عندها اكسسوارات كوليير، عقود من الذهب، وباج خواتم من الذهب والفضه، وعندها جيبات وبنطلونات وكل الالوان والمقاسات. اوفر دونيفر ا 20 يناير، يعني مفتوح من الساعه 9 الى الساعه 9 مساء طبعا. تولي جور، كل الايام، ميم لو فوندردي، حتى يوم الجمعه. خلي بالك كلمه حتى انا مترجمها لك. فيني او نوفري الجلاء، اذهبوا الى او تعالوا للشارع لتسعة شارع الجلاء تونتف تونتو. التليفون، وحطيت لي التليفون بور انفو، على المزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الانترنت، وحاطط الموقع عنده. المجازان يفون با، المجازان ما بيبيعش شسير احذيه، هو بيبيع كل الحاجات دي الا الاحذيه. طب المجازان مفتوح، لو مجازان اي اوفير مفتوح توت لا سومين، كل الاسبوع. لو مجازان انفيرمي، يعني المحل بيكون مغلق الساعه 10، بيبقى مغلق في الوقت ده. الوثيقه دي بيبليسيتي، اعلان طبعا. تي ديكري، انت تصف في غرفتك. كاسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ بتقولي لي كومبوزي دو زيتاج، ايه بتصف شقتك، فبتقول هي مكونه من طابقين. عندنا بعد كده تي دون، انت بتعطي راي، فبتقول سي دو مودي. انت بتعطي راي فبتقول سي دو مودي. طيب بتسال صديقك ماذا يفعل في الصباح، فبتقول كو فيتي لو ماتا، ماذا تفعل في الصباح. لو فوندور تي دوموند، يعني البائع بيسالك تا كولير بريفري، عن لونك المفضل كاسكو تي دي، انت بتقول له جو شوازي لو موديل بلو، انا اخترت الموديل الازرق. سي بانتالون جيم بوكو لو بورتي، أحب أن أرتدي، لأن لو عايدة على كلمة إيه بونتالون. طيب لا فواتير، السيارة بتكون أقل غلوا من الطائرة. طبعا أنا بختار على أساس المعنى. كالي تاشيميز بريفيري، ما قميصك المفضل؟ هنا قميص طبعا مؤنث، فاخترت بريفيري في آخرها زيادة على أساس إن كلمة شيميز مؤنث. مون دوفوار جو فيان دولو، دولو ما فيش ادغام طبعا مع دو بتاعت فينير. اللي بعدها ستوم، وام يعني رجل طبعا، ودي مذكر مدو بحرف متحرك. تارو بيبقى مين، لان ده امر مع ضمير تي، لان في ت هنا في في تا في الجمله قدامنا. تي نيم با لو فوت، انت بتحبش كره القدم؟ قال له بلد، انا بعشق اللعبه دي. دوما غدا ال فا باسي لاسبراتي، هي سوف تشغل المكنسه. وده كان الايميل اللي قدامنا. الامتحانين اللي بعد كده عليكم بقى، هتراجعوهم وتحلوهم كده ونشوف شوفوا حلو. هنا في الامتحان رقم 10 القطعة اهي، ونجاوب بقى عليها. ميرسي بورفو، أرفعك.